ما الذي يدفعني أن آتي من تونس إلى بيروت ومن بيروت إلى باريس ومن باريس إلى نيويورك ومن نيويورك إلى فيلادلفيا بالسيارة وتضعنا هذا المشروع مشروع مهم جدا. يعني أنا موجود هون لأنه مهم، ولو ما كان مهم ما كان جيد. أنا بحيي كل العاملين في هذا البستان، وبتصور إنه الربيع لازم يزهر لهذا البستان، ولكن هذا البستان بحاجة إلى دعم حقيقي. يعني كل واحد لازم يحط إيده بزهرة، بوردة، بسنوبرا، بلوزة، بكرزة. فبتمنى إنه هذا المشروع يستمر 10 سنوات. مش هينين كيف صمم، ولكن هون هذا المشروع كيف سيستمر. هذه البلاد بحاجة إلى هذه الموسيقى وإلى هذا التراث، كي نقول أننا نحن جزء من موسيقى العالم، من تراث العالم. فرجاء الاهتمام بجدية في هذا المشروع. وبشكر الشباب، لأنه الشباب أصدقائي، حنا ساهم مساهمة فعالة في هذا المشروع. وبشكره على كل الدور اللي كان فيه. كمان الدناوي صديقي منذ الطفولة، كنا صغار مع بعض. كمان للمرة الأولى نتعرف على بعض، ولكن كمان عندي صحبة عائلية بعرفه عندما كان صغيرا يلعب على العود، وانتقل إلى التشيلو وإلى التأليف، و اليوم نسمعني منه يعني إنتاج جميل ومهم. وضابط الإيقاع، يعني ما أحب في الانضباط أبداً، ولكن هو ضابط حافظ، ضابط وحافظ بنفس الوقت. كمان شاركنا بكثير من الجولات بالعالم. شكراً لكم لاستضافتكم لألي، وأنا بكل حب جيت عندكم. شكراً لكم.